سليم بدي بروح بالسيد مدير جامعة البروفيسور شلعت واحد رئيس شرعي لهذا الملتقى. نرحب بالسيدة نائب المدير البروفيسور شيماء ليودا، نرحب بالسيد عميد كلية الأدب واللغات، زملائي الأساتذة الحاضرين، الزملاء المشاركين حضوريا وعن بعد، مرحبا بكم بجامعة العباس عروق. هذا الملتقى راه من بين الملتقيات التي برمجت في إطار تعرف كلية علوم الطبيعة والحياة. الهدف الأساسي من هذا الملتقى هو تصميم نباتات على مستوى الجزائر. نعطيكم بعض الإحصائيات المهمة حول هذا الملتقى. استقبل الملتقى ما يقارب من 294 مداخلة، تم قبول منها 168 مداخلة. بطبيعة الحال عندنا مشاركين ومكتب التراب الوطني، عندنا 42 مداخلة من مستوى الجامعات ومراكز جامعية، عندنا 3 مراكز بحث أساسية، عندنا 7 مدارس للدكتوراه. المحاور الأساسية لهذه الملتقى كما تطرق لها رئيس الملتقى نبع سليم، المحور الأول هو تنويع والمحافظة وتحسين الموارد النباتية، المحور الثاني تثمين بيولوجي للموارد النباتية، المحور الثالث تثمين المواد النباتية في الميدان الزراعي. المحاور الثلاثة هي محاور أساسية نظرا لتنوع المناخي والتأثيرات المناخية والكوارث الطبيعية للحرائق. هذا الملتقى سيسمح لطلبة الدكتوراه والمختصين بإيجاد حلول جدارية للمحافظة على النوع من النباتات، ولماذا استغلالها في كمصدر دخل للجزائر. نشكر مرة أخرى كل من شارك في هذا الملتقى، نشكر رؤساء رئيس المجلس، رئيس اللجنة التنظيمية، رئيس اللجنة العلمية، رئيس الملتقى. نشكر كل من ساهم في نجاح هذا الملتقى من الطاقم الإداري للكلية إلى الطاقم الإداري للمديرية. جزيل الشكر لكل المتدخلين عبر كامل التراب الوطني. نتمنى النجاح والتوفيق لكل هذا الملتقى، ونتمنى إن شاء الله يكون في السنة القادمة طبعة ثانية لهذا الملتقى، وشكرا للجميع.